السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام في هذا اللقاء المستعجل، والذي سنتحدث فيه عن فيديو وصلني اليوم من أحد الكرام، وصور في الحمامات بولاية تبسة. يعني لم أجد ما أعلق به عن مأساة إنسانية بمعنى الكلمة. امرأة عجوز تجاوزت 70 من عمرها تعيش في وضع مأساوي، حقيقة عجزت عن أصفه إليكم، ورايح نعجز أني نتكلم فيه. اللي في البداية نخليني أشكر الأخ الكريم هذا اللي راح صورها، هذا أولا، ونقل هذه المحنة ونحفز الجزائريين أن ينشروا مآسي الناس حتى يراها الجزائريون في هذا البلد الغني اللي دخلت في عهد بوتفليقة أكثر من 1200 مليار دولار، ما زالوا يعيشوا فيه ناس على شكل خالتي ثلجة التي راح نتحدث عن مآساتها. وما أكثر المآسي في بلادي الجزائر، الجزائر العميقة، مناطق الظل، الفقراء، هناك كوارث حقيقية، هناك مشاهد يندلها الجبين، وربما هناك الأسوأ مما عليه حال خالتي ثلجة حفظها الله وبارك في عمرها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه الأوضاع تدل دلالة واضحة على أن السلطات المحلية في ولاية تبسة أو غيرها من الولايات لا يهتمون بهذه المسكينة اللي رايح تشوفوا مآسيها. خلينا نتابعها معاكم ونعلق من حين لآخر، لأنه خلي وقعها هو اللي عبر عليه. أنا الكلمات التي عندي والتعابير اللي عندي عجزت أني أعبر عن قضية هذه السيدة الفاضلة. نتابع. بعيدة ياسر على تبسة، بالضبط في بلدية الحمامات تعيش السيدة ثلجة في هذا الوضع الكارثي المزري. الحاجة، السلام عليكم. واش شوية الحاجة، ما تعبيش روحك، حبينا جينا بركة، حبينا الناس يشوفوا الوضعية تاعك، كاين المؤمنين وكاينين فاعلي الخير، حابين نشوفوا كيفاش راكي عايشه، كيفاش راكي توكلي، كيفاش راكي ترقدي. واش تحكي، واش تهضري للعباد اللي راهم يتفرجوا فيك، واش تقولي لهم؟ الحمد لله على الساعه. هكا راكم تسمعوا، راكم تشوفوا، راهي قاعده تقول الحمد لله على الساعه. راني في الجزائر نتاعتنا. راهي تقول راني في الجزائر تاعتنا. تقول نجمه وهلال كيما راكم تشوفوا، تستحمد على الوضع اللي راهي فيه. رغم مأساتها، رغم فقرها، رغم وضعها البائس، شوفوا واش قالت، شوفوا الروح الوطنية. هذه المرأة اللي عايشت ثورة الجزائرية، قدر واش معناها البلد مستقلة. قالت الحمد لله راني في بلادنا، راني في الجزائر، نجمة وهلال، تعبر على هذا العلم الجزائري، تفتخر به لأن هذه انتمائها للبلد. مش مربوط بجوعها ولا بفقرها ولا مربوط بغناها ولا مربوط اللي كاين في جيبها، هذا الشيء مزروع في عمقها. لا تقيس انتمائها للجزائر بما امتلكته من الجزائر كما فعلوا اللصوص والعصابة. الوقت اللي كاين هذه اللي عايشة الفقر وتشوفوا حالها لما نكملوا الفيديو، رغم ذلك قالت الحمد لله أنا عايشة في بلادي. شوف قيمة الجزائر عند الفقراء، قيمة الجزائر في جزائر الذل، قيمة الجزائر في الجزائر العميقة الفقيرة. شوف وش تعني لهذه المرأة التي عايشت ثورة التحرير وعايشت المستعمر في الوقت اللي هذه بكل هذه الروح الوطنية اللي عندها، ما فكرت يوم تبيع بلادها، وما فكرت يوما تسب الجزائر. نعم، ما فكرت بهذا المنطق، وما قالت بأنني
أعيش في هذه البلاد ما قدمت لي شيء، لم تقل هذا بل افتخرت أنها عايشة في بلادها، لأنها ما تقيس الانتماء نتاعها بالبلد بما كسبت من هذه البلاد، رغم أنه ما ستكسبه حقها وهو واجب على الدولة، رغم ذلك لم تفرط في بلادها. شوفوا الوطنية النظيفة، شوفوا الوطنية التي لا تنبني على مصالح، شوفوا الوطنية التي لا تنبني على منافع كما يفعل عصابة بوتفليقة اللي هربوا الأموال المليارات إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وفي كل دول العالم، هربوا المليارات اللي هي من حق هذه العجوز. لذلك دائما عندما نقول لكم أن اللصوص والمفسدين يستحقون المحاكمة والشنق على مرأة أمثال خالتي ثلجل، حق هذه المرأة سرقوه علي حداد، حق هذه المرأة سرقوه ويحيى وسلال وغيره، هما يبعثوا أولادهم يعيشوا في الخارج على حساب الدولة ويخدموا في مؤسسات الدولة وما يدفعوش الضرائب ويشتروا ممتلكات ويمتلكون الشقق في أرقى أحياء باريس ويأجروهم ويعيشوا فيهم أولادهم، في حين هذه المرأة وأمثالها الكثير جدا لا يملكون قوت يومهم، ورايح تشوفوا كيفاش عايشة وكيفاش ترقد. نعم، اسمعوا جوابها اللي يختزلك المشهد. نساء ورجال لا يقيسون الانتماء للوطن بما يبلعون في بطونهم. استمعوا. هكا راكم تسمعوا راكم تشوفوا راهي قاعده تقول الحمد لله على الساعه، راني في الجزائر، راهي تقول راني في الجزائر تاعتنا، تقول نجمه وهلال كما راكم تشوفوا، تستحمد على الوضع اللي راهي فيه وتقول الحمد لله برغم انه هذا فراشها اللي راكم تشوفوا فيه وهذا الكوخ اللي راهي تبات فيه وتعيش فيه، والكوخ هذا الداخل ما فيه حتى شيء، ما عندها لا ماكله لا وين طيب لا كيفاش ترقد، لكن ما عندها والو برغم هذا كل، راهي تقول الحمد لله. قد عمرك يا امتي ثلجه؟ قداش انت؟ 77. عمرها 77 سنه. واش تحكي لنا؟ احكي، اهدري اهدري، شوفي اهدري، راهي كاين ناس قاعدين يتفرجوا فيك، كاينين المؤمنين قاعدين يشوفوا فيك، واش الحوايج اللي خاصاتك زياده للوضع اللي راكي عايشه فيه؟ واش تحكي؟ راك مستحمده بالدنيا بتزير نتاعتنا، وكن شوف صدر الأفراح، كن شوفكم هكا الأفراح، الحمد لله يا ربي، والقسم يجيبوا ربي ولا يجيبوا ربي صح. راكم تشوفوا باللي برغم الوضع اللي تعيشوا، شوفوا معايا مليح الوضع الداخل، يا شوفوا الوضع الداخل كيفاش راهي عايشة. أمتي ثلجة بعد إذنك راح ندخل لهذا، قبل أنه يمر الأخ الكريم اللي أشكره وأقول جزاه الله خيرا ونتمنى منه أنه يتواصل معي على عبر هذا الإيميل اللي موجود في أسفل الشاشة، أتمنى يتواصل معي. رغم ذلك ما زلت أقول له كي نشوف شجرة، كي نشوفكم الحمد لله في بلادنا تكرر هذه الوطنية، وهي راهي على بالها باللي هذا الكلام راهي تقول فيه من أعماقها بكل صدق، ما هي تقول فيه أنها هذا الشخص راح يجيب لها شيء ولا أنها طامعة في شيء. عمرها 77 سنة، شحال بقالها رايح تعيش، ورغم ذلك حافظت على كرامتها وعزتها وعلى حبها لوطنها. أقسم بالله أن هذه المرأة هي أغنى امرأة في الجزائر، أن هذه المرأة تستحق التكريم من قبل السلطات الجزائرية، أن هذه المرأة قدمت درسا لا يمكن أن يقدمه سواها، درس عملي واقعي لحب الوطن الحقيقي الذي لا يقاس بمال ولا يقاس بثورة ولا يقاس بثروة ولا يقاس بأي شيء، بل يقاس بقيم القناعة وبقيم أنها الآن تعتز بأنها في بلدها. خلينا نشوف كيف راهي عايشة خالتي ثلجة. خلي هذا الكوخ نشوف الوضع تاعها، هذا البلاصة هذه ترقد فيها وهذا وين طيب، هذا الكوخ الثاني كما راكم تشوفوا أكرمكم الله، هاي الوضعية تاعك كيفاش راهي عايشة أكرمكم الله، هذه الوضعية الاجتماعية تاعها حشاكم، هذه الطوالات، وهذه الطوالات يعني ما كانش طوالات إن صح التعبير، كما تشوفوا هذا الكوخ نتاعها اللي راي تقول الحمد لله لفضل ربي العالمين، بالزانق يقطر
الونس تاعها في هذا الكوخ، حشاكم القطوط، الكلاب، الفيران. هنا البلاصه كما تشوفوا عمود الكهرباء راه في وسط الكوخ هذا، البلاصه تاعها راهي جايه لاصقه في حشاكم الواد كما تشوفوا في الوضعيه تاعها. واش تحكي واش تحكي لنا؟ جينا نطلوا عليك اليوم وخليني نقول نطلبوا منك السماح، نطلبوا منك السماح، لانه من المفروض علينا نحن كناس خافوا رب العالمين وكمؤمنين وكرب وضعيه كيمك ما تبقاش في هذه الحاله. انا حبيت نقول من خلال هذا النداء للناس اللي رايحين يشوفونا ان شاء الله، السيده هذه لازم ما تروحش لدار العجزه، لانه اذا كان وصلنا باش ندوا السيده هذه لدار العجزه نسام ورانا رايح ندوا والدينا لدار العجزه. على بالي بلي كاين مؤمنين. الحاجه هذه قالت ما نروحش لدار العجزه، الحاجه هذه قالت عندي ولادي هنا في تبسه وفي الجزائر يقفوا معايا، وبالتالي انا النداء تاعي اللي حبيت نقوله للناس، ماذا بينا الكوخ هذا نحولوه، مش الكوخ نحولوه البيت، ماذا بينا الكوخ هذا نخلوها تبقى فيه بدل انه تروح تتعب وبدل انه تحس بالحقره وتحس بالاهانه، نحول الكوخ هذا. من خلال هذا النداء نطلب من جميع الناس اللي يقدروا يعاونوا بهدف تحويل هذا الكوخ الى سكن لائق بهذا السيده الكريمه اللي تقول الحمد لله في جزائر العشرين، في جزائر 2020. واش زيدي تقولي يا خالتي ثلجه؟ زيد اهدري، زيد يا اهدري، واش تحبي؟ انا اضيف الى ما قاله الاخ الكريم، ولكن اقول اين السلطات الجزائريه؟ والله الذي لا اله الا هو، اذا ماتت هذه المراه الله يبارك في عمرها في هذا الكوخ وفي هذه الظروف، والله مش راح نقول ستبقى وصمة عار في جبين أولا أهل المدينة، أهل تبسة المعروفين بالشهامة وبالكرم وبالتعاون والمحبة فيما بينهم أولا، وثانيا للسلطات الجزائرية أن تترك هذه المرأة التي لا تريد أن تمشي إلى دار عجزة، حابة تعيش في بيتها، تعيش في جدرانها معززة مكرمة ما بقيها إليها من عمر. والله لعنة الشهداء ستطالنا جميعا وستطالكم أيها المسؤولون إذا لم تكرموا هذه المرأة. حقيقة مؤسفة جدا، مؤسفة، مشاهد مؤلمة جدا، أنه في جزائر 2020 الناس راهي في بيوت مكيفة، الناس راهي في دولة غنية بكل أنواع الثروات، تصبح هذه الثروات في بطون مجموعة من اللصوص، في حين الجزائر العميقة فيها ناس لا يملكون قوت يومهم، فيهم ناس ما يلقوش فراش يرقدوا عليه، ما يلقوش غطاء يغطوا به. هذا ما جنته عصابات تداولت على السلطة، لم تراعي الله تعالى في هؤلاء الفقراء، ولم تراعي حدود المسؤولية التي يجب على أن يقوموا بها. والله إذا لم تحاكموا هذه العصابات وهؤلاء المفسدين على مرء الناس وتقتص منهم الجزائر ويقتص منهم الجزائريون الذين يعانون من الأمرين، والله ما تربحوا لا دنيا ولا آخرة. نواصل. من أهضر هاك مشكتوا الكينة، من أهضر ويلكم هاك أنت تطلبي من الناس يعاونوك؟ اللي عملتوه هذاك معليش يا يما، نحن هم ولادك والشعب كله يسمى ولدك، راك يا امنا كل، نحن الشيء اللي نوصلوا له ان شاء الله باذن الله، باذن الله دار العجزه راكي ما تروحي لهاش، وباذن الله الناس يوقفوا معاك يحولونك الكوخ هذا الى سكن لائق باذن الله السميع العليم. اعطيهم دعوه نتاع خير، هاي اعطينا دعوه تاخير لينا كل نعب وشكايه معبو شكار بدعوة تأخير من عندك يا ويعجلكم ويعلي ربي بنيانكم وربي يستركم لينا وعجلكم لين جبوا تمشوا إن شاء الله، أنتم وولادتكم إن شاء الله وحرايركم وبنيانكم وبلادكم، ربي يبارك لك ونا يرى اليومكم إن شاء الله. أمنا ديما حبيت نقول للناس اللي راحين يشوفوا لين الشخص ربيتكم لينا، أنا حتى أنا بنت تزايا وراني حتى انا جبت فيها دراري وجبت فيها الاولاد، لكن ما عنديش الكهرباء. معليش الحاجة الناس اللي راهم يتفرجوا فينا، الحاجة هذه عندها مشكل إداري، بطاقة التعريف راهي ما عندهاش، المفروض تكون عندها منحة تاع شيخوخة، الناجدو رئيس بلدية الحمامات، الناجدو السلطات الإدارية للحمامات،
نناشدوا السيد ولي ولايه تبسه، نناشدوا كل السلطات انهم يهزوا بعين الاعتبار هذه الوضعيه الانسانيه. المناشده تاعي اللي نقولها للمجتمع التبسي، لكل المواطنين، لكل السكان، لكل فاعلي الخير، انه نتكاتفوا ونتلموا ونوقفوا مع هذه الحاجه. كما سبق وقلت، الدار هذه لازم تتحول من كوخ الى بيت لائق. الدار هذه لازم تبقى فيها الحاجه ثلجه. خالتي ثلجه، هيا طبقي على خير يا خالتي ثلجه، نبقوك على خير. وسامحينا سامحينا ياسر، خلاص بارك الله فيك أيها الكريم على هذه اللفتة وعلى هذه المحنة وعلى هذه المأساة والتي يجب أن نقف معها. أناشد اللي عندهم قدرة في الحمامات وفي ولاية تبسة وفي كل الجزائر أن يساعدوا هذه السيدة، كما أدعو السلطات المحلية وألح عليها، خاصة والي ولاية تبسة، وأتمنى أني بعدما أكمل وأبث هذه الحلقة أني أشاهد والي ولاية تبسة في زيارة إلى هذه العجوز. الله يبارك في عمرها. هذا من جهة، من جهة أنه عندها 77 سنة، تعتز بهذا الوطن، ما ملكت منه منزل، لا عندها حتى منحة الشيخوخة، والأكثر والأدهى والأمر، ما عندهاش حتى بطاقة تعريف، ما عندهاش حتى بطاقة تعريف. وأبناء العصابات يسافروا بجوازات سفر دبلوماسية وفي الدرجة الأولى وفي طيران خاص، كل نهبوه من البنوك ومن ثروات التي هي من حق خالتي ثلجة وغيرها. لا أجد ما أقول أكثر مما قلت، ولا أجد ما نزيد نحكيه، وقد حكت الصور ما لا يمكن تخيله. لذلك أناشد الجزائريين أن يقفوا وقفة واحدة. المأساة كبيرة، الفقر داير حالة، الجزائر عميقة تئن وتتوجع، ومثل خالتي ثلجة يوجد الكثير جدا جدا جدا. وعلينا أن نتكاثف جميعا، الكاميرات موجودة، شبكات التواصل الاجتماعي موجودة، كل شيء موجود. عليكم أن تساعدوا وتكشفوا ما هو موجود من خفايا ورزايا ومآسي في الجزائر، في جزائر الظل، الدولة الغنية اللي مداخيلها لا تقدر من النفط والغاز. في زمننا هذا فيها عجوز حضرت ثورة التحرير، ما عندها ما تأكل، ما عندها ما تشرب، ما عندها وين ترقد، وعندهاش بطاقة تعريف، وربما حتى الطبيب ما تروحش، ورغم ذلك أنها تفتخر أنها عايشة في بلادها. نتمنى من الأعماق أن نشاهد ما يثلج صدورنا. وأجدد الطلب للأخ الذي لا أدري من هو الذي قام بتصوير هذا الفيديو أن يتواصل معي. شكرا لكم أحبتي، ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.